بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. السيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الوافرة المستمرة على بلدنا. لا يمكن أن ينعقد هذا المجلس الحكومي بلا ما نتذكروا على استمرارية التعبئة الوطنية في قضية الصحراء المغربية، لأن كما تعرفون المغرب على رأسه قيادته جلالة الملك نصره الله أخذ الأمر محمل الجد. التطورات التي كانت ستكون مقبلة كانت غادي تكون خطيرة لولا أن المغرب دار موقف صارم في الدفاع عن حقوقه والدفاع عن سيادته. هذه المنطقة العازلة يجب أن تبقى منطقة عازلة حقيقة. المحاولات ديال التحويل ديال بعض الوحدات أو البنايات مدنية أو بنايات إدارية أو الوعد بها أو اتخاذ قرار بها أو استقبال السفراء بها كما داروا بلا ما نوصلوا الجانب العسكري، غير الجانب الجوانب هذه مرفوضة تماما وتخالف اتفاقيات اللي كانت وتخالف ما متفق عليه مع الأمم المتحدة. ولذلك المغرب تأخذ موقف صارم أن هذا لا يمكن أن يقبل، ما يمكنش نجيو حنا حتى اليوم من بعد أزيد من 40 سنة ونتساهلوا في هذا الأمر هذا، مع أن المغرب كان دائما وقف ضد أي تغيير للوضع القائم في تلك المنطقة، لأنه غادي يغير جميع المعطيات وغادي يغير حتى جزء من وضعية الصراع. وما يمكنش هذا الشيء مقرب قبل به. والحمد لله كانت الوقفة ديال جلالة الملك وقفة قوية ووثقت، ووجه رسالته السامية إلى الأمين العام المتحدة المحذرة والموضحة لموقف المغرب، وتحركت الدبلوماسية المغربية كما تابعنا جميعا في جميع المستويات مع جميع الأطراف، وأيضا توج هذا أيضا بتحرك شعبي متواصل كنظنوا بأنه غادي يتواصل من جميع الجميع، وكأحزاب سياسية تحركنا. وكانت زيارة العيون اللي كانت مبادرة حزبية خالصة، تفهمت الأحزاب السياسية على مضمونها على شكلها، وتشكلت لجنة لصيغة الإعلان ديال العيون، قامت بهذه الصياغة مشكورة جميع الذين تعبأوا وما أكثرهم من أعضاء مختلف الأحزاب السياسية وخصوصا الممثلة في البرلمان. وكان ذلك اليوم يوم مشهود بحضور طبيعة الحال المنتخبين منتخبي الأحزاب السياسية جميعا على مستوى الجهة وعلى مستوى المجالس العاملات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية كلها، وأيضا حضر ممثل الأحزاب السياسية في الأقاليم الجنوبية الكتابات ديالهم الجهوية، وحضر أيضا الأعيان والشيوخ وقدماء المحاربين الصحراويين بطبيعة الحال، وحضر ما يقرب من 100 شخص من ممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني. فعلا كان واحد لقاء مهيب، وأريد هنا أن أشكر الجميع لأن وجه رسالة واضحة على أن الشعب المغربي في هذه الأمور لا يعرف لا الأغلبية ولا المعارضة ولا يعرف الاختلافات، قد تكون اختلافات كثيرة حتى في مقاربة بعض التفاصيل المرتبطة بملف الصحراء، ولكن في هذه القضية الحمد لله الجميع اجتمع والجميع حاول أن يتضامن ليوجه هذه الرسالة التحذيرية إلى خصوم الوحدة الترابية. وأبرز تعبؤ أيضا الأحزاب السياسية والنخبة السياسية في هذا المجال، وصدر إعلان العيون وتابعت الصحافة الوطنية والدولية هذا الحدث المهم. لكن رأينا أيضا بأن هناك عدد من المبادرات أخرى مدنية من المجتمع المدني، من الجامعات، مجالس ترابية عديدة صدرت بيانات وتعبئات، وهذا ليس ببعيد عن خلق ولا مستغرب
بالنسبة للمغاربة اللي خلق ديالهم عالي والوطنية ديالهم عالية، إذا اتضح بأن واحد المعركة هي وطنية بامتياز فإنهم جميعا يتعبؤون صفا واحدا، ينسون خلافاتهم، كينساو بعض الإشكالات اللي كتكون بينهم في الأمور اللي هي طبيعية في الحياة، ولكن في هذه الأمور ديال الوطن، ديال سيادة الوطن، ديال الدفاع عن الوطن، كلنا شعب واحد وكلنا يد واحدة حتى نحفظ الكرامة ديال الوطن ونحفظ الحقوق ديال الوطن. أظن بأن التعبئة غادي تستمر، والحمد لله كانت نتائج إيجابية. وكما أشرت في الأسبوع الماضي، تقرير ديال الأمم المتحدة كان على العموم إيجابي بالنسبة للمغرب، لأنه بيّن أن الصرخة ديال المغرب فعلا حتى الأمم المتحدة تتقاسمها من خلال مطالبتها لعصابات الانفصاليين أو جبهة الانفصاليين بالانسحاب من القرقرات وعدم المساس بالوضعية الحالية والمستمرة للمنطقة العازلة. هذا هو اللي كيطالب به المغرب في هذا الموضوع. إذن أريد أن أهنئ الجميع وأشكر الجميع الذين يعني لتعبؤوا لتحركوا لنجحوا هذه المراحل كلها، ونحن بطبيعة الحال مستمرون ومتعبئون في هذا الملف الكبير والمهم بالنسبة للمغرب والخطير في التطور التي كانت ستقع لولا أن المغرب قام برد فعل قوي، ومتعبؤون جميعا وراء جلالة الملك نصره الله لحفظ الوطن وسيادته ووحدته بإذن الله. هذا الأسبوع أيضا شهد انعقاد اللجنة الوزارية للتشغيل، هي هذا الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل. وهذه اللجنة الوزارية للتشغيل يعني المهام ديالها هي المصادقة واعتماد التوجهات الاستراتيجية لمخطط التشغيل، وأيضا اعتماد المخطط التنفيذي أو البرامج التنفيذية لهذا المخطط التشغيل، وهذا الشيء اللي دردنا. مع ذلك احنا دابا عندنا واحد الوضوح في قضية التشغيل، الحمد لله عندنا مخطط وعندنا برامج تنفيذية وعندنا أولويات واضحة، أيضا صدق على الأولويات 2018-2019. والحمد لله بغيت نشكر جميع القطاعات الحكومية، وأيضا أريد أن أشكر القطاع الخاص لأنه كان حاضر معنا في هذه اللجنة، وأيضا أشكر الجهات لأن كان رئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، ونشكر جميع أيضا الأطراف الأخرى اللي تعبأت إلى أن وضع هذا المخطط أو البرامج التنفيذية، وأيضا على الأولويات ديال 2018-2019. هاد القضية ديال التشغيل هي قضية مهمة ومن أولويات الحكومة، أعطينا أولوية. وعدد من الإجراءات اللي درناها في قانون المالية ديال 2018 هي تروم تسهيل تطوير عدد ملف ديال التشغيل، وتسهيل التشغيل عند المقاولة والوضعية ديال المشغلين وغيرها، عدد من الإجراءات. لكن نحن واعون بأن في هذا الإطار ديال هذا البرنامج التنفيذي 2018-2019 الأولويات اللي فيه أنه خصنا نمشيو أكثر وندخلوا عدد من الإجراءات الأخرى في القوانين المالية المقبلة، وهذا الشيء اللي غادي ندرسوه على اتساع وغادي نحاول ما أمكن ندخلوها. وأيضا عدد من الإجراءات اللي كتخلي القطاعات الحكومية تكون أكثر قادرة أكثر على أن تشغل. إحنا يعني تم بدل قضية التشغيل أكثر، وأنا شخصيا غادي نسهر مع السيد وزير التشغيل بطبيعة الحال ومع جميع السادة أعضاء الحكومة اللي مرتبطين بهذا الملف باش نعطيه اهتمام كبير لتشغيل، وخصوصا تشغيل الشباب والنساء، وبطبيعة الحال تشغيل المداخل ديال متعددة، لكن أهمها هو التكوين، يكون تكوين ذو جودة، تكوين كياخذ بعين الاعتبار المستقبل، سنكونوا وفق المهن اللي جاية، يكون هذا التكوين خايد بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية، التطورات في مجال البحث العلمي، شنو هي الحاجات الجديدة في مجال الاستثمار الصناعي بالخصوص. هناك جهود تتم، ولكن هذه الجهود احنا بغينا نطورها أكثر ونعطيها دفعات أكبر، وسأحاول شخصيا كرئيس الحكومة نتبع بشكل مباشر مختلف الملفات المرتبطة بهذا الأمر، لأنه كان عارف بأن جميع الأسر ديال المغاربة وأيضا الشباب مهتمين بهذا الملف، وكثيرون يبحثون عن شغل وأحيانا لا يجدون. فلذلك إن شاء الله غادي نحاول ما أمكن نديروا جهود
مضاعفة في هذا الملف، التفوق فيه والنجاح فيه ممكن، ولكن يحتاج إلى تعبئة الجميع وتعاون الجميع إن شاء الله لمستقبل أفضل لبلدنا ولشعبنا ولشبابنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.